مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم وفيديو جديد من سلسلة حياة سعيدة مع السكر. الموضوع المهم النهاردة هو وجود طفل مصاب بالسكر داخل الأسرة. هذا الطفل قد يكون سكره سكر من النوع الأول أو قد يكون سكره سكر من النوع الثاني. وعندما نقول طفل فاحنا بنتكلم على السن، يا إما السن المبكرة يا إما سن المراهقة، ودول برضو حتى سن المراهقة وحتى سن 18 سنة بيعتبروا أطفال. وجود الطفل في الأسرة عنده سكر، الحقيقة إن القصة بتبدأ من وقت التشخيص. وقت تشخيص الطفل المصاب بالسكر لازم نحدد إذا كان هذا الطفل مصاب بالسكر من النوع الأول ولا مصاب بسكر من النوع الثاني. الأطفال قبل سن 10 سنين أي إصابة فيهم بالسكر بتعتبر سكر من النوع الأول وليس السكر من النوع الثاني. ولكن بعد سن 10 سنين ونتيجة لوجود السمنة قد يعتبر الطفل المصاب ده سكر من النوع الأول أو سكر من النوع الثاني. إذا كان هناك سمنة في وقت التشخيص قد يعتبر الطفل في هذه الحالة سكر من النوع الثاني. إذا كان الطفل من النوع الثاني هنلاقي هناك تاريخ وراثي في الأسرة الإصابة بالسكر، هنلاقي ان هناك سمنة، هنلاقي ان في سمنة في منطقة البطن، في بعض الاحيان بيبان علامات وجود مقاومة للانسولين الداخلي زي اسوداد في ثنيات الجلد، قد يكون تحت الابط او قد يكون في الرقبة من الخلف. بعض ثنيات الجلد هبص نلاقي فيها لون اسود موجود وشكله يعني شكله مميز جدا. الطفل اللي مصاب بالسكر من النوع الثاني هنبص نلاقي ان اعراض السكر بتبدأ عنده بالتدريج، هتبقى هناك في الاول فقدان في الوزن، كثرة شرب المية، كثرة التبول، زغللة في العين، احساس بالارهاق، وبيتم التشخيص بشكل تدريجي، الاعراض ما بتبقاش سريعة قوي زي السكر من النوع الأول في الأطفال. أيضا هنبص نلاقي أن هذا الطفل زيه زي الشخص الكبير بيشتكي من العطش، بيقوم بالليل يدخل الحمام. لما يجي نحلل بقى السكر بنجد أن مستوى الهيموجلوبين السكري في أغلب الأحيان بيبقى مرتفع، على عكس الطفل اللي هو سكر من النوع الأول اللي هو بيبقى الطفل نحيف، الأعراض بتبقى سريعة جدا وارتفاع شديد في مستوى السكر في الدم، وقد تظهر بدايات الإصابة على شكل غيبوبة بنسميها غيبوبة كيتونية. الطفل ده غالبا بيبقى مستوى الهيموجلوبين السكري مش مرتفع لأن حالة السكر عنده بتكون سريعة للغاية. قد تظهر أعراض أخرى على هذا الطفل زي أن كثرة التبول وكثرة كمية البول قد تتسبب في بعض الأحيان في وجود أو إحساس بالتبول اللا إرادي أثناء الليل، ودي بتبقى يمكن حاجة بتلاحظها الوالدة أو الأسرة. الطفل اللي عنده سكر في المدرسة ممكن يكون هناك شكوى من المدرسين ان في عدم تركيز او في دوخة او ان الطفل اداؤه غير جيد بالنسبة للدراسة. وجود الطفل سواء كان من النوع الاول او من النوع الثاني الحقيقة بيستلزم على الأسرة العناية بنفسية الطفل، ان احنا نبتدي نتعامل معاه ان هو إنسان عادي تماما، وإن هو أكله وشربه وكل حاجة دول زيه زي بقية الأسرة، وبالتالي بقية الأسرة كلها لازم تاكل وتشرب زي الطفل اللي عنده سكر داخل الأسرة. يبقى نخلي أكلنا كلنا أكله صحي،
كلنا ما ناكلش حلويات ونقول ان بالذات انت مش هتاكل حلويات النهارده، طبعا ده بيبقى خطير جدا بنفسية الطفل، وبالتالي الأسرة كلها لازم تسلك سلوك صحي من حيث طريقة الأكل بتاعنا، نبعد عن الحلويات والسكريات والعصاير والمعجنات والمشروبات الغازية، ونبقى أكلنا كلنا صحي عشان الطفل ما يحسش إن هو غريب أو هو داخل الأسرة هناك مثلا اختلاف بينه وبين اخواته وهكذا. فالأسرة كلها تاكل اكل صحي عشان هو يعرف ان ده الاكل الصحي اللي المفروض ياكله، وما بيبقاش متضايق او حاسس بالتمييز السلبي ناحية ان هو ما بياكلش مأكولات معينة. طبعا مش هنقول ان احنا هنيجي مثلا في عيد ميلاد مش هنجيب حلويات، لا ده احنا لازم هنجيب الحلويات، ولكن بتبقى بكميات صغيرة وبنبقى كلنا بناكل كمية صغيرة زينا زيه. وفي الحالة دي احنا طبعا بنتعامل مع الحاجة مع الحالة دي بان احنا هنديله الحلويات بتاعت عيد الميلاد او المناسبة وهكذا، لكن هنقلل من كمية النشويات ان هو اللي هو هياخدها في نفس الوجبة دي، عشان نبقى استبدلنا النشويات بالحلوى اللي هو هياكلها، وبتبقى كمية قليلة مش هنكتر من كمية الحلويات اللي هو هياخدها. الحاجة التانية كمان ان احنا المدارس فيها طبعا الكانتين بتاع المدرسة، كانتين المدرسة قد يكون فيه حلويات، والطفل بيشوف اصحابه بياكلوا ايه وزمايله بياكلوا ايه يبتدي ياكل زيهم، ولكن هناك مؤثر كبير للمنزل ومؤثر كبير للوالدة اذا شاف الاكل الصحي داخل البيت بطريقة سليمة وأقنعناه إن هذا هو النظام الغذائي السليم، هيطلع عارف إن ده الصح، وإن الحاجة اللي في المدرسة دي هي دي الاستثناء، وإن هو يحاول إن هو يمنع نفسه عنها. الأفضل أيضا إن تكون الحقيقة هناك التزام في المدارس إن هي لا تقدم حلويات للأطفال أمامهم في الكانتين بتاع المدرسة، وهناك فعلا مدارس متطورة من ناحية التفكير ان هي ابتدت تعمل كده فعلا، وابتدت تمنع الاطفال ان هم حتى يجيبوا معهم حلويات، مسموح لهم يجيبوا فواكه فقط. وياريت ان كل مدارسنا تسلك هذا السلوك، ويبقى الكانتين في المدرسة في واحدة فاكهة، في برتقانة، في جوافية، في واحدة فاكهة يشتريها، او علبة سلطة، او خضروات طازجة، او اي نوع من الفواكه الطازجة، او حتى لو كانوا بيعملوا عصاير ممكن العصاير تتعمل في المدرسة بشكل صحي، او يطلبوا عصاير معمولة بطريقة معينة زي ما احنا بالظبط نقدر نعمل عصاير في المنزل بشكل صحي بكمية سكريات قليلة جدا، وفي نفس الوقت نبقى ما حرمناش الاطفال بتوعنا من اغلب الاكل. وهنشوف حضراتكم في حلقة جديدة من حياة سعيدة مع السكر.